تأهلنا، كسبنا الدحيل وتأهلنا إلى بايرن ميونخ. هذه المباراة الصعبة، يعني بايرن ميونخ احنا ما بنشوفهمش، اللعيبة دي ما بتشوفهاش غير على البلاي ستيشن. وأنت بتلعب تعرف تلعب بلاي ستيشن؟ أيوة شوية. لعبت طاهر ولا ما لعبتش؟ لا طاهر جامد. جامد. طاهر وحمدي. طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي الاثنين بيلعبوا. أيوة. بيلعبوا بمين تعرف؟ طاهر بيلعب بالبايرن على ما يا راجل. بالبايرن؟ طاهر ممكن بالبايرن، طاهر بيلعب بكل حاجة، هو برضه هو فشل. وبيكسب. بيكسب الكل طاهر. ما حاولتش تروح تلعبهم ولا هو حمدي؟ انا النيفو تشاي بلعب انا وياسر ابراهيم على قدك كده. ولا والتر بواليا ولا كده، ولا علي معلول كده. بنلعب مستوانا كده. بس طاهر وبرده صلاح محسن برده كويس في البلاي ستيشن، كويسين في البلاي ستيشن. فاحنا الفرقه دي بايرن ميونخ ما كناش بنشوفها غير على البلاي ستيشن، حافظين ارقام اللاعبين اللي فيها من البلاي ستيشن. ففجاه تلاقي نفسك بتلعب قدام هذا العملاق الكبير البافاري الكبير اللي واخد 5 بطولات من 6 بطولات وخد الستة امبارح. فكرت في الماتش ازاي؟ هو الحمد لله احنا اول ما سألنا على فريق الدحيل الحمد لله الضغط الكبير اللي كان علينا ممكن نقدر نقول انه قل ولا زاد، لاننا كنا عارفين اننا راح نواجه البايرن، كانت عندنا رغبه اننا نفوز في ماتش الدحيل علشان نواجه البايرن نشوف المستوى العالي احنا واصلين له، احنا واصلين فيه فين فيه. الحمد لله خسينا مركزين، قلنا احنا راح نموت نفسينا في الماتش ده والنتيجه بتبقى بتبع ربنا. ممكن هما حاجات صغيره فرقت معنا في الماتش، انت شفت الجولين حاجات صغيره، لحظه فقدان تركيز جابوا منهم اجوان. على ما اظن اننا كنا مأدين دفاعيا في ماتش البايرن، كنا دفاعيا كويسين، بس زي ما قلت لك اخذنا منهم حاجات ايجابيه كبيره. هما الطريقه اللي بيلعبوا بها دائما بتصير الان بيتحركوا، دائما بيخلق مساحه لصديقه لزميله كده. انت لو شفت ليفاندوفسكي كان يحاول ياخذني على نص الملعب علشان يفتح المولر عشان يفتح المولر ولا جنابري ولا لاعب ثاني. الحاجات دي اللي ممكن ندخلها في لاعبنا، في طريقه لاعبنا في نادي الاهلي، وان شاء الله راح تفرق معنا. احنا مستعدين اننا ناخذ ايجابيه زي ما قلت لك من البطوله دي علشان نضيفها على المستوى اللي احنا الحمد لله ماشيين في تحسن فيه، وان شاء الله راح نشوفوا اهلي مغاير بعد كاس العالم ان شاء الله. ليفاندوفسكي ده واحد من او افضل لاعب في العالم، افضل مهاجم في العالم. طبعا انت قبل الماتش نمت كويس الاول قبل الماتش؟ لا الحمد لله، والله انا ما بخاف من ولا كويس لاعب. جدا لا الحمد لله عادي. تفرقش معاك افضل لاعب اقل لاعب؟ ما فيش ولا لاعب، انا اركز على شغلي اعمل ايه. الكره لو طلعت هنا اركز على شغلانتي انا، لو كنت انا كويس الحمد لله ده الشيء. ثقة كبيرة جدا. لا مش ثقة، بس أنا عامل زي كده والله من صغري، أنا عامل زي كده ما أخافش ولا من ماتش ولا من لاعب، أخاف بس من لاعيبة زمايلي. لو الفريق كله ما كناش بنأدي كويس دي الحاجة اللي بتخوفني، أما خصم ولا فريق ثاني ما بخافش منه الحمد لله.